لأن متابعي الكرام متابعين شفت بأن مثلا بيكون في هذا البث المباشر من ملعب تمارا، يعني كما كنشوفوا أجواء حماسية في المقابلة للفريق وليدة تمارا والنادي المكناسي. لا لا، علي الدري اللي تشاهد الرياضة وداك الشيء ماشي أنا، السلام عليكم سيدي العزيز، كيداير بخير؟ مرحبا. تقول عنا يعني في هذا البث أكيد. مرحبا مرحبا، نحن إخوة. إذن أولا تحية للعملاء، تحية لكل زملاء الإعلاميين اللي كيواكبوا البث المباشر هنا من ملعب مدينة الرباط، ونتابع وإياكم من طريق حد المباراة التي تجمع بين فريق وداد تمارا بفريق النادي المكناسي، فريقين عريقين. فريق وداد تمارا اللي هو كيلعب في القسم الوطني الثاني، بينما فريق النادي المكناسي ولمدة 8 سنوات لا زال يقبع في قسم الهواة. نتمنى أن تكون استقادة كبيرة وكذلك دعم كبير للساكنة مدينة مكناس وللجالية بالخارج وللمسؤولين، وأن تكون هناك يد واحدة. وكذلك نحن نشجع ونشكر الجماهير التي هي تشجع وترحل أينما حل وارتحل فريقها. إذن بالنسبة للجولة الأولى يعني كانت شبه متكافئة بين الفريقين، ما نسناش يعني واحد لمسات قوية ويعني شي هجمات خطيرة اللي تعطي الأكل ديالها. هذا إنذار الآن لفائدة رقم 20 في صفوف فريق النادي المكناسي، رقم 20 اللي هو تحلوت عمر، كيتلقى الآن بطاقة صفراء. قلت على انه بدايه الجوله الثانيه اللي عطات واحد الديناميه، وقلت على انه فريق وداد تمارا كيلعب يعني ببطء وما كيتحركش بزاف باش يستغل على الاقل الطاقه ديالو ويبرهنها في الجوله الثانيه، وهذا ما تاتى له في الدقيقه السادسه وتمكن من تسجيل الهدف الاول بواسطه اللاعب رقم 29 الحليب سمير. بعد مرور الوقت وكذلك الضغط كان كبير وكذلك حماس للاعبين ديال فريق النادي المكناسي اللي استطاعوا انهم يوصلوا عده مرات للشباك ديال وداد تمارا ولكن دون جدوى، وكانت يعني واحد القذفه يعني كانت قذفه ثابته ولكن مشات محاديه للقائم الايمن لحارس المرمى. بعد ذلك في الدقيقه 17 تمكن نفس اللاعب لتغير ولا المكان ديالو رقم 8 في صفوف فريق وداد تمارا اللي هو الخياطي احمد، هو اللي دخل الان وكاين الان في هذا كاين هي هذه المباراه اللي هو قريب الان راه يعني قريب امامكم يعني رقم 8 اللي يعني خدا المكان ديال مسجل الهدفين خلال الجوله الثانيه كما قلت في الدقيقه 6 والدقيقه 17. إذن منذ تسجيل الهدف الثاني وفريق النادي المكناسي يسعى جاهدا من أجل على الأقل تقليص الأهداف، لأنه هدفين هنا بمدينة تمارا فهو نتيجة لصالح أصحاب الأرض، وكذلك عزيمة قوية للنادي المكناسي على الأقل لاستثمار يعني اللاعبين الآن ليكون ويقول الكلمة ديالو في قسم الهوات، لأنه ما بقى لنا لم يفصلنا إلا بضعة أيام على بداية المباريات ضمن الدورة الشتوية واللي خص يعني فريق النادي المكناسي اللي كتفصلوا فقط ربما 6 نقط على المتصدر، وهذا ليس ببعيد على فريق النادي المكناسي إذا اعترف يعني استغل الظروف وكان لم الشم وكان يعني جاءوا ب يعني يعني المدرب اللي يكون في المستوى الكبير. الجماهير هي دائما تنادي بان يكون هناك تواصل ما بين النادي المكناسي وكذلك الجمهور وكذلك حتى وسائل الاعلام بطبيعه الحال، كما كتعرفوا الان يعني انه بعد الرساله الصوتيه التي خدمها
رئيس النادي المكنسي واللي عطات واحد الشحنه على الاقل انها تعطي اتهام الجهات المسؤوله اللي تعازر الفريق النادي المكنسي ويكونوا لهاد اللاعب اللي كتشوفوا الان يعني لاعبين مع فريق اللي هو في القسم الوطني الثاني انه يعطيوا الاضافه ويبينوا الكفاءات ديالهم ويلعبوا على الصعود. والصعود راه ما ساهلش لان كتعرفوا فرق اخرى، نعطيكم مثال الكوكب المراكشي والدعم الكبير اللي تعطالو يعني اين مدينه مكناس من مدينه مراكش. فهي مسؤوليه للجميع، اولا نبداو باللاعبين، الاطر التقنيه، المكتب، المدينه والجهات الوصيه وكذلك الجاليه بالخارج، والكل ان يكون في تضافر ومن اجل تحقيق مكانه عليك. كذلك هذا ينطبق على العديد من الفرق التي كانت تلعب في القسم الوطني الاول، قسم الصفوه وما ادراك من الصفوه. ونعطي مثال على الاقل للنادي القنيطري الذي مني بهزيمه من فريق بقسم الهوات، القسم الثاني هوات، ومني بهزيمه هدفين لواحد. يعني بخلاصه نعطيك على انه كاس العرش هو يعتبر مرحله على الاقل جميله راسيه ولكن بسهوله في يد الحارس وداد التمارة. غير هو كاس العرش هو محك حقيقي للفرق باش تعطيه على الاقل المكانه وتجرب اللاعبين باش تشوف الدور ديالها خلال يعني المرحله الشتويه ضمن قسم الهوات. اذا هنا كنشوف الحكم خمس دقائق اذا كيضيف. انا ندخل لان ما عطيناكمش التوقيت لانه كنديروا تعليق مشترك. اذا بقات خمس دقائق، كيعطي خمس دقائق توقيت بدل ضائع وتنتهي يعني المباراه، في حين انه فريق النادي المكنسي لا زال متعثرا بهدفين لصفر. وفي نفس المكان يعني نقلنا لكم السنه الفارطه المباراه التي تميز فيها موقع فات نيوز ميديا حصريا، كانت النقل وكانت النتيجه لفائده اصحاب الارض، وتمكن هذا الفريق وداد التمارة ان يصعد للقسم الوطني الثاني. نتمنى لعشرات الفرق التي توجد وتقبع لسنوات في قسم الهوات ان تعمل جاهدا وان تتكاتف الجهود، لا اقول من المكسب او اللاعبين او حتى الجماهير التي ترحل اينما حل وارتحل فريقها تعاني. وصراحة لانه الاكثريه يعني كيقول يعني بعض التعليقات اللي كنقول داكشي يعني انه الجمهور يكون باريحيه يعني ان يشاهد الفريق ديالو، ان يكون الفريق مدعم، ان تكون يعني السيوله جميله 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 ولكن محاديه للقائم الايمن، وكانت بعيده شيئا مع الحارس ولكن كانت فرصة لفريق النادي المكنسي أن يسجل ولو هذا الهدف على الأقل وأن لا نعتبره هدف يتيم. إذن هدفين لصفر، نفس النتيجة لا زالت على حالها منذ الدقيقة السادسة والتي كان أول هدف لفائدة وداد التمارة بواسطة اللاعب رقم 29 الحليب سمير، والذي سجل هدفا آخر وكان ذلك في الدقيقة 17 من عمر الجولة الثانية. إذا لم تتبقى إلا أربع دقائق ويعلن الحكم على نهاية الجولة الثانية. جوج لصفر دائما لفائدة جوج لصفر فائدة دائما وداد التمارة. إذا لتذكير فقط بالنسبة للمرحلة الرابعة تعثر فريق وداد تعثر النادي القنيطري بمدينة مكناس بهدفين لواحد أمام فتح ويسلان بالملعب الشرفي، وهذا هو المراد الذي كنت سأقوله، هو هدفين لواحد كان لفائدة فتح ويسلان يوم أمس، وأعطت الانطلاقة أم سفيان بوفال بالملعب الشرفي انطلاقة المباراة والتي كانت من نصيب فريق فتح ويسلان الذي فاز على النادي القنيطري النادي الكبير صاحب الألقاب.
إذن هنا الآن نعيش دقيقة ما قبل من توقيت البدل الضائع، لم تبقى إلى دقيقتان ويعلن الحكم عن نهاية المباراة. لحد الساعة فريق النادي المكناسي متعثر بهدفين لصفر هنا بمدينة تمارا بالملعب البلدي. ومنذ يعني دخولها الجماهير المكناسية وهي تشجع الفريق ديالها، وهناك تطويق أمني لسلامة لا اللاعبين ولا حتى الجمهور. يعني شحال من واحد يعني كيقول الأمن هو ضروري أن يكون في الملاعب، والحمد لله الآن كما تلاحظون مستوى كبير للجماهير التي هي رغم ذلك، رغم أن الفريق ديالها متعثر بهدفين لا زالت حناجرها تصدح وتدعم الفريق. إذن أين الجهات المسؤولة؟ أين المستثمرين في مدينة مكناس وكذلك كل المدن؟ أنا يعني لا أخصص ولكن أعمم حتى تعود العديد من الفروق التي تقبع في قسم هو جميلة ولكن ضعيفة. فكرة هي جميلة ولكن ربما كان حتى الدفاع متشكل جيدا بالنسبة لمدينة تمارا الذي أصبح يعني يعتمد على خط الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. إذن نهاية الجولة الثانية ونهاية المباراة بهدفين لصفر. إذن هذا أحمد بلبول يقول لكم إلى اللقاء، شكرا لكل وسائل الإعلام، شكرا للجماهير التي حلت إلى مدينة الرباط لتشجيع الفريق ديالها، ونتمنى اللقاء. السلام عليكم، تبارك الله عليك، حظك دوز مرحبا. شكرا استاذ بزاف، الله مرحبا مرحبا، كنشكرك تحية تحية لشوف تي في، تحية لفاس نيوز ميديا، تحية لكل القنوات وكل المواقع التي جاءت، عفوا اسمح لي كنت. إذن تحية لفاس نيوز ميديا، تحية لشوف تي في، تحية للزملاء الذين جاءوا لنقل وقائع هذه المباراة على المباشر، وخصص التحية للجماهير المكناسية، وتحية لرجال الأمن، وتحية لكل المحبين وعشاق النادي المكناسي ووداد تمارا. شكرا لك اخي، شكرا لك بزاف، شكرا لك بزاف، ونبلغوا السلام المراد في مدينه مكناس. شكرا لك، تبارك الله لك استاذ العزيز، الله يحفظك. اذا المتابعين الكرام اللي شفتي يعني كما شو الاجواء يعني المباراه، اسمعي استاذ يعني غنحاولوا نهبطوا يعني المدرجات، نحاولوا نهبطوا الملعب. يلا عندكم شي سؤال ولا قول لي، قول لي انا نجاوبك. تكلموا على هذا يعني التطور اللي ولات ولات تمارس تعيشوا، خصوصا الضغط على الارقام يعني الفوز اللي ولا مؤخرا مجموعه من المباريات هذا دونك تادي سيت اون كومبليكاسيون بالنسبه للو جروب، ولكن الحمد لله الدراري داروا ان غران ماتش، ان ماتش اللي كان ديفيسيل وكنا نقدروا نربحوا اكثر. Thank you.
تما كنت شفت.